القديس أبولس الرسول. هو يهودي من الإسكندرية في مصر، ويصفه الكتاب المقدس بأنه فصيح ومقتدر في الكتب وحار بالروح وخبير في طريق الرب. بداية كان فهم أبولس للإنجيل غير مكتمل، لأنه كان عارفاً معمودية يوحنا فقط، لم يكن يعلم الأهمية الكاملة لموت يسوع المسيح وقيامته. قضى أصدقاء بولس أكيلا وبريسكيلا وقتاً معه وشرحا له ما لم يكن يدركه عن يسوع المسيح. وبعد أن تسلح بالرسالة الكاملة بدأ فوراً كرازته، واستخدمه الله كمدافع فعال عن الإنجيل. سافر أبولوس حتى وصل أخيراً إلى كورنثوس، وبمواهبه الطبيعية اجتذب جمهوراً من كنيسة كورنثوس، ولكن الإعجاب به تحول إلى انقسام. وعلى خلاف ما كان أبولوس يريده، اعتبرته إحدى مجموعات كورنثوس معلمها الروحي، لدرجة إقصاء بولس وبطرس. وقد عالج بولس هذا الانقسام والتحيز في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس. حاز أبولوس موهبة الوعظ وغيرة كبيرة للرب، اجتهد في عمل الرب وساعد الرسل في خدمتهم، وأيضا ساهم في بنيان الكنيسة. حياته مثال لنا لنتعلم أن نستخدم مواهبنا التي أعطانا إياها الله في العمل على نشر البشارة. تعيد له الكنيسة الأرثوذكسية يوم 21 من كانون الأول، فشفاعة القديس الرسول أبولوس تكون معنا. آمين.